بحرها هادي لكن أمواجه عالية، كلماتها طلقات نارية. أسوأ ما في الحكاية هو أحلى ما في الحكاية. لا تسألوا الناس بل اسألوا الظروف. الست اللي بتتطلق يعني ماتت. أنا كنت عايزة أحط الرقص الشرقي في حتة حلوة. الرقصة مش حاجة وحشة، ليا حدود في كل حاجة. أحلى أيام برقص فيها لما بقى متضايق. إخوات الأم هم الأقرب. كل رجالة مصر تربية واحدة ست. ما فكرتش أخلف تاني. ما أنت ما تعمليليش الحياة وردي. أنا محدش عارف يحاسبني ولا أنا عمري حاسب. اللي أذوني حتى ما أذتهمش. هي الناس بتقع كده بالسهولة دي؟ أنا في طلاقي بزعل يومين. أقوى من إنك تكسري عينه وتصغريه؟ أنا اللي زي ما تتخنش أبدا. كل بطل في مسرحيته بيعدي بصراعات، صراعات مع الأقدار، صراعات مع الأشخاص والمحيط، وصراعات مع نفسه. دينا عندها صراع مع المجتمع؟ أكيد. لأن المجتمع عنده حالة غريبة جداً، love hate relationship بينه وبين الرقاصة. يعني اللي بترقص دي بيحبوها جداً ويجيبوها في أفراحهم ويزبطوها ولذيذة وكله تمام، بس تيجي تتجوز ابنهم لا. تبقى فيه علاقات بيرسونال لا. يعني بيبقى عندهم حالة كده، المجتمع عنده حالة سلبية وعجنين الدين بالفن، فشايفينها حرام. زي الصراع بتاع سونيا سليم كده في الراقصة والسياسي، فاكرة؟ فاكرة؟ مثلا ده جزء من الصراع. لا ده صراع طول الوقت موجود معاكي. يعني فتبقي انت مش فاهمه، يمكن لان انا طبعا شخصيه غريبه عن الرقص. مش قادره افهم. انما لو كنت حياتي مختلفه او وضعي الاجتماعي مختلف يمكن كنت شفت ان ده عادي، لكن انا كمان تركيبه. ايه اللي في تركيب الدينا مختلف عن الرقص؟ ايه اللي مش شبه الرقاصة العادية اللي ممكن تبقى في دماغ المجتمع؟ يعني مثلا انا ست بيت عادية جدا، يعني لما بروح البيت انا اللي بطبخ، ما عنديش طبخين. انا اللي بطبخ في البيت، انا اللي بوضب البيت، عندي مساعدة طبعا في البيت، بس انا بعمل كل حاجة. خيط زرار اتقطع، اعمل مش عارفة ايه. فانا حياتي شايفة انها طبيعية. فمش شايفة وجهة نظرهم دي صح. مش شايفاها صح. تركيبتي مختلفة عن تركيبة الفنانين اللي قاعدين يوضبوا في نفسهم طول النهار والليل وكده. يعني يمكن بحس ان انا شخص طبيعي وعادي زيه زي بقية الناس. فلما بتصدم بالنظرة بتبقى بالنسبة لي طب انتوا مش شايفين حاجة، انتوا ما شفتوش حاجة علشان تقرروا. بس هي حالة مجتمعية موجودة يمكن من أيام تحية كاريوكا. يعني هي حالة موجودة وهتفضل موجودة طول الوقت. مش لا، يعني أنا كنت طول عمري بقول هغير وجهة النظر، هعمل مش عارفة إيه. أنت عارفة الحماس وأنت صغيرة بيخليكي تقولي لا أنا هغير كل وجهة نظر. كل اللي قدرت أغيره إن أنا غيرت وجهة النظر عن نفسي. عن دينا. بس عن المهنة كلها لا، مش قادرة. ما قدرتش. ده صراع خسرتيه؟ خسرته. عشان خسرتيه بتضطري كتير تفكريهم ان انا عندي تقوى؟ يعني مثلا اتسألتي من كام يوم عن طقوسك قبل ما تطلعي؟ عملت قلبان ولو انها دي طبيعة. يعني دي حاجة انا بعملها عادي من قلبي يعني. ومن حقك. وهل مفروض ان البني ادم العادي الطبيعي النورمال ما عندوش تقوى في قلبه؟ اكيد طبعا. ما عنديش خوف من ربنا؟ ما كل الناس عندها الخوف وبتغلط، وعندها التقوى وبتغلط. وعندهم الايمان وبيغلطوا. يعني وضع طبيعي، ربنا خلينا مش عشان ما نغلطش. مين اللي ساهم
في الصوره اللي متاخده عن الراقصه انها مثلا لا تخشى الله، او هو غريب عليهم ما هو ده من عندها تحسين. ده من ضمن المصيبه اللي واصله في المجتمع، ان اي شخص مثلا مغني يبقى ما يعرفش ربنا، ممثله لا احتمال تعرف ربنا او ما تعرفش ربنا حسب الادوار اللي بتعملها. ليه الناس انزعجت لما قلت انا بقول دعاء للتحصين وبقول كذا وبقول كذا وبقول؟ والله هي آية تحصين، يعني هي آية تحصين، انا مش بقولها. ليه انزعجوا؟ انزعجوا قوي، انزعجوا جدا لدرجه ان انا بقيت على تويتر تاني يوم ترند وما كنتش فاهمه ليه. يعني اولا دي كلمه عاديه جدا مكتوبه في القران، الله خير حافظ وهو ارحم الراحمين. دي يعني ممكن انت يعني حد يقول لك مثلا الله فستانك حلو فتقولي في سرك الله خير حافظ وهو ارحم الراحمين، هتخافي على نفسك يعني، ما فيهاش حاجه. فيعني هل غلط ان الواحد يحصن نفسه؟ لا، وبقول الايات المنجيات يا جماعه وسوره الكرسي وقبل ما انزل من بيتي، يعني بعمل النورمال يعني. It's normal. يمكن عشان ربطتيها بفعل الرقص وهم شايفين الرقص زي ما قلتي هي love hate relationship. بصي love hate، انا عمري ما حكمت على حد بحاجه، هم حرين يفكروا زي ما هم عايزين وانا حر اعمل اللي انا عايزه. صحيح. وفي الاخر بينا وبين بعض ايه؟ ولا حاجه. انا يعني هم لما يقولوا لا ما تقولش كده او ما انا مش هقول، ما انا هفضل اقول. مش هتفرق عندي حاجه خالص. اعجبوا او لم يعجبوا، دي حاجات انا بحب اعملها. فمش هبطل يعني، كونهم يتكلموا او ما يتكلموش يعني، اعتقد ان مش فارق عندي حاجه يعني، مش هيفرق عندي حاجه. طب ليه رديتي مثلا سلافه وخرجي كان ليها تصريح كده عن الجنه والنار، وبتقول انه ربنا ألطف وأكرم من إنه يكون عنده نار وكذا، طلعتي رديتي عليها رد صاروخي؟ أنا قلت إيه؟ قلتي ده تهريج اللي بتقوله ده، أنت اللي بتقوليه ده هو تهريج. هو حقيقي تهريج، لأنه الجنة مذكورة في القرآن والنار مذكورة في القرآن، بس هي بتجتهد حتى ده مذكور في القرآن والقرآن لا يتبدل يعني، هو ما بيتغيرش. هي بتقول ان المعنى رمزي، كانت بتقول ان المعنى رمزي. ما ينفعش، انت عارفه انا قصدي ايه؟ نلعب في معاني. عارفه انا قصدي ايه؟ يعني انا قصدي دينا بتدوق مر الحكم عليها او لا 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 عليها. احنا فنانين، ما ينفعش تطلعي تصريح منافي للدين يعني. ما ينفعش. احسن لك ما تتدخليش خالص يعني، ما تقوليش حاجه خالص ليها علاقه بالدين. عارفه قولي، مش عارفة ما تقوليش. المفتي بقى يقول يستضيفه شيخ ينزل تصريح، انت مالكيش دعوة. انما انا ما بقولش حاجة، انا بقول انا بعمل دعاء على نفسي يعني، انا حرة. لما تكلمي عن الصدقات فيطلع رجل دين يقول اموال الراقصة حرام، انت بتحسي بايه؟ بتشوفي ده ازاي؟ لا هو حر، هو عمال بيفتي في حاجات كتير. طب ما طلع قال عليا قبل كده خنفة، وطلعت قلت لو شيخ بيعيب حاجة في خلقة ربنا يبقى أنا أعتبره شيخ إزاي؟ يعني أنا ما أقدرش أعتبر شيخ إنه شيخ وهو بيعيب في خلقة الخالق. وبعدين أنا مش خانفة، ما أنا بتكلم معاكي بقالي ساعة، أنا مش لا خانفة. أنتِ مش خانفة أكذب؟ قال عليا خانفة. لا مش خانفة. بتتعاملي أحياناً مع ممكن زملاء او ناس في نفس المجال اللي بتشتغلي فيه، ممكن تلاقي حد منهم الصبح بيقابلك بيسلم عليكي ويبقى سعيد جدا انه شافك، وبالليل ممكن يطلع على شاشه يهاجمك او يهاجم الراقصات. مين؟ بتتعاملي معاهم ازاي؟ الناس اللي كده بوشين دول بتتعاملي معاهم ازاي؟ دول لازم تعرفتي قصدي على مين صح؟ دول لازم تشيليهم من حياتك. يعني لازم كانهم ما عدوش، لازم تلغيهم تماما دول. اللي يقدر يقول الكلمة في وشك هو ده الراجل الأمين. صحيح. الناس دي لازم تعملي عليهم كروس وتقومي متخريهم كده عشان تعرفي تكلمي. أصل أنا شفت ده، أنا حضرت الموقف ده. يعني شفت لما قبلك سلم عليكي إزاي، وشفت تاني يوم بالليل في برنامجه اتكلم على الراقصات إزاي. أنا عرفت على طول أنت تقصدي. لا 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 لا، دول ناس عايزين يمشوا حالهم.
يعني إذا كان شتمتك في منها منفعة نشتمك النهاردة، وبعدين لما نشوفك نقول لك أسفين عادي. وعلى صعيد آخر، لو صدقتك في منها منفعة نصدقك النهاردة؟ أيوة، في ناس كده طبعاً. لو صحبيتك هيجي منها من وراها منفعة، أوكي أنا موجود. مش مفيش منفعة، سلام عليك. أحياناً بتحاولي تحافظي على قيم المجتمع في تصريحاتك، في كلامك عن الرأس، في كلامك عن البدل، دي محاولة منك للانتصار؟ لا والله، يعني أنا لما بتكلم بتكلم من قلبي. يعني لما تقولي مثلاً الرأس مش حرام لكن بدل الرأس حرام، أنا أول راقصة حطيت شورت تحت بدلة الرقص. لا والله، حطيت شورت للأسباب، يعني هي جت بالصدفة، وبعدين الرقابة على المصنفات الفنية أخدتها. أنا بعد الولادة كنت محتاجة أن أنا ألم جسمي علشان أنا نزلت اشتغلت بعد 40 يوم على طول، فرحت حاطة شورت، فعجبت الرقابة فقالوا كمان خلاص بشورت. وأنا أول ما يعني ابتديت كمان حطيتي رقابة على الراقصات؟ زودتي رقابة على الراقصات؟ بس والله أنا ما بيفرقش معايا، المهم بس الموديل يبقى شكله كويس مناسب للشورت. لو الشورت شكله أجلي وشكله سخيف. دينا معروفة بأشيك بدل رأس حبيبتي. طب ليه قلتي إن في بدل رأس حرام؟ لا، هو البدل رأس أنا قلت من منظور الدين، مش من منظور الفن. من منظور الدين أي عري حرام، يعني كل العري حرام. دينا أحياناً بتضطر تتمسك بقناع القيم المجتمعية بشوية تقوى عشان تفضل تقول للمجتمع أنا مش عشان راقصة يبقى أنا أي شيء ممكن يعدي في دماغكم. هي في التربية من البداية بتفضل عندك حاجات، شوية حاجات جواكي ما بتعرفيش تغيري. بتحاربيهم بيها؟ بتحاربي المجتمع بيها؟ لا، تقفي في وشهم على فكرة أنا بيها؟ تصدي عن نفسك؟ أنا قاعدة جوا بالونتي متربعة جواها وقاعدة. خدتي وقت قد إيه عشان توصلي للبالونة دي؟ ما أنت أكيد مش فيها من أول يوم. لا طبعاً. أكيد ده مجهود. مجهود السنين وتفكير، وعقبال ما بتوصلي لمرحلة السلام النفسي دي بتبقي خدتي شوط فظيع، وتخبطتي وترزعتي من المجتمع وطلع روحك وفكرتي وعملتي. بس النهاردة لما تيجي تسأليني أقولك لا، يا أنا جوه بالونتي، معايا أصحابي في جيبي، واللي بيشتغلوا معايا بيشتغلوا من سنين عمر طويلة، و قادرين ننسجم كلنا مع بعض. فأنا عندي دايرتي اللي مقفولة علي. إيه أكبر صراع عشتيه مع نفسك؟ هو مش مع نفسي قوي، يعني هو بتبقى صراعات عايزة تحققي فيها أفكار، يعني عايزة تلبسي فكرة لمجتمع، وساعتها وانت صغيرة بتبقي حاسة أن المجتمع ده صغير قوي، تقدري توصلي له كله وكل حاجة، تبقى الدنيا وردي. بس بعد ما بتكبري وبتبتدي تشوفي أصناف المجتمع وتنوعه والتغيير الكبير اللي فيه، بتبقي حاسة أنك أنت لا طبعا مش هتقدري تعملي ده. أنت هتقدري تعملي ده في مجتمع معين، أنا مش في كل المجتمع. ما فيش مجتمع خالي من الأمراض النفسية، لأن مش كل حاجة بيعوزوها بيلاقوها، ومش كل حاجة بتتوفر لهم، فبيبقى في مشاكل بتأثر على نفسيتك غصب عنك يعني. فلا، أنا ما بحكمش على الأشخاص، كلنا فينا حتة تعبينة مش بحكم عليها خالص، إنما بحكم على إن أفكار كان نفسي أدخلها، كان نفسي أقول لهم إن أنا معايا شهادة وأنا ما اشتغلتش بيها، أنا اشتغلت رقاصة وفلسفة. وفلسفة كان ممكن أشتغل، وكان ممكن أعمل، وكان ممكن أروح أدرس في الجامعة، وكان ممكن أعمل حاجات كتير، بس أنا فضلت إن أنا أشتغل المهنة اللي بحبها. فضلت أعمل الحاجة اللي بحبها بالظبط. فكنت بحاول أعمل فكر، يمكن وصلت للناس ويمكن ما قدرتش أوصل للناس يعني، ويمكن لسه بحاول أوصل. فيعني مش فاكرة صراع عشتيه مع نفسك وانتي بتحاولي وانتي لسه عندك طاقة المحاولة والرغبة في المحاولة وشايفة انك تقدري؟ أنا كنت شايفة أني أقدر جدا وأنا صغيرة، كنت شايفة أني أنا هغير الوطن العربي كله. أنا هغير الكون، هتشوفه. هغير الكون كله، هتشوفه. والواحد. لا، كان عندي يعني إيه أكتر صراع فاكراه من المرحلة دي؟ هو أكتر صراع يمكن الجامعة،
واني يعني مره كنت بامتحن فانا بروح الامتحانات لما شعري لابسه لبس الطالبه طالبه ومش باين ان انا برقص خالص. فعندي واحده صاحبتي جدا جدا هي صاحبتي لحد النهارده كانت بقى بتعمل ميك اب وتعمل شعرها بقى راح الامتحانات وبتلبس حلوة قوي. فالمراقب جه قال لي بيقولوا هنا في رقاصه، قلت له اللي قاعده هناك دي احدى الصراعات ان انا كنت عايزه اختفي عشان اخلص. عشتي دور زوزو في الجامعه شويه؟ وانا بستلم الكارنيه بجد؟ بيطبلوا لي يا لهوي كانوا بيصفروا لي ويسقفوا لي ويطبلوا لي وانا داخله اخد الكارنيه وانا اقول لهم سلام عليكم. ما كنتيش بتحسي بالتنمر؟ كنت بتقبلي الحاجات كده؟ لا 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 لا، يعني كنت ببقى حاسه ان دمهم خفيف. خلي بالك ان انا واخده الدنيا ابسط من كده بكتير، يعني انا دايما بعذر الناس، يعني يعني برضو صحين الصبح لاقين دينا الرقاصه داخله عليهم تاخد الكارنيه الجامعه، يعني فعادي فنعذرهم، يعني ناخد نعذرهم لهم العذر طالما دمهم خفيف دمهم ومش مزعجين. لا ومش مزعجين الصراحه. ايه الصراع مع الاقدار اللي خلى دينا ولو مره واحده في حياتها يعني تحس انه في ظلم واقع عليها حتى لو بعد كده فهمتي انه كان خير؟ انا اولا كارهه للظلم جدا، انا شخص بيكره الظلم وما بحبش اظلم حد. يعني مثلا انا لو حاجه اتسرقت في البيت مش ممكن اشك في حد خالص. يعني بتروح في داهيه بس الا الشك. الا اني اقعد اظلم في حد مش مهم، ربنا لو عايز يكشف لي هيكشف لي بس ما احبش. فانا بكره الظلم ولما حد بيظلمني ما بحسش بالظلم. بتتكبري على الشعور؟ بتكبر على بتكبري الظلم يعني ما بحبش الظلم. ايه القدر اللي كان تقيل عليكي قوي تتحمليه؟ والله اقدار كتيره جدا، اقدار اختيارات سيئه. اختياراتك؟ اختياراتي. دينا عندها صراع مع الرجال؟ لا. عندك؟ لا لا، يعني انا الحقيقه يعني كان عندي حاجات كويسه في الجوازات وكان عندي حاجات سلبيه وسيئه، انما قدرت اتخطى. يعني ايه اللي كنت بتدوري عليه وما لقيتيهوش؟ والله انا طول عمري بدور على حاجات سهله جدا، بدور على الطيبه والاصل والحنية. الأمان مش مع الراجل، الأمان بيبقى فيك أنت بالتئم وفي ربنا. صحيح. ما عندكيش، أنا ما مش طالبة أمان لأني أوريدي عندي الأمان. بس ما بيبقاش لطيف لو راجل برضو بسببه حسيتي بالأمان أكتر؟ لا، الأمان عمره ما بيجي من عند الراجل، الأمان بيجي من عند ربنا. يعني ما تحبيش راجل يبقى بيخلي باله منك أو بيخلي باله منك، هو ده الحنية، حاجاتك بقى بيخاف الحنية عليكي، هي دي الحنية. ده مش الأمان، دي الحنية. إنه حنين عليكي، عايزك تبقي في أفضل حالاتك، عايز يساعدك، عايزك تبقي يعني لما يخش عليكي يقولك إيه، عايزك تبقي ست الناس. مشاهد النهاية في التسع مرات كانت متشابهة ولا كان في فرق؟ لا، في اختلاف، في اختلاف، في اختلاف في كل حالة طبعا. أبو ابني مثلا كان والله عامل زي الحلم، سنتين واتسحب. يعني مش رأيي أنا، لو سألتي أي حد من اللي اشتغلوا معاه، لأنه كان مخرج يعني، فلو سألتي أي حد من اللي اشتغلوا معاه هيقول لك ده كان قمر، وكان يعني الحب حتى باين في عينيه، يعني كان راجل جميل قوي. بس الأقدار. ذكراه هي اللي خليتك تتصالحي مع فدرة رغم سنين طويلة من العداء؟ والله لا، أنا كنت فاهمة حاجات غلط. لما تقابلنا في فيلم وقعدنا اتكلمنا، يمكن احنا عمرنا ما اتكلمنا، بس لما قعدنا اتكلمنا حسيت إن لا، أنا مزودها قوي، أنا حاسة يعني أنا ليه كنت كده. لما بتغضبي بتبقي متهورة؟ لا، أنا متهورة على طول. أنا متهورة في العادي، أنا سيبتي التهور. لا يعني أنا سريعة، يعني ما بحبش أتكلم في ظهر حد. يعني أنا لو عايزة أقول هطلع أقول وأنا قاعدة أهو، هطلع أقول اللي أنا عايزاه. إنما
براجع نفسي زي اي بني ادم في الدنيا يعني. لما اتقابلنا وحسيت ان لا فاعتذرت عن اللي انا عملته يعني، قلت لها طب خلاص سامحيني يعني في اللي قلته وخلاص. ايه الحاجه اللي دورتي عليها في كل جوازاتك ما لقيتيهاش؟ حب الرقص. حب الرقص، كلهم بيكرهوا الرقص ما شاء الله ما عدا سامح البكور. في الاخر بنتطلق بسبب الرقص مش بسبب اي حاجه تانية. هو في البدايه بيبقى منطلق او حاسس ان هو هيقدر يخليني اسيب الرقص، فبيفضل يحاول فبيلاقي قدامه خشبه بيتخيل انه هيغيرك بعد كده. لا خشبه بقى، الدماغ الخشب والوش الخشب، واغلبهم بنتطلق في الاخر يا انا يا الرقص. لا الرقص. عشان كده سامح الباجوري هو الوحيد اللي خلفتي منه؟ عشان كنت مقتنع كنت مقتنع ان هو كمان اب كويس. ما انت بتختاري لابنك طبعا يعني، انت لما بتيجي تتجوزي علشان تخلفي ده موضوع مختلف عن انك تتجوزي عشان تو هاف فن او تنبسطي في حياتك او يبقى عندك مثلا كومباني او يبقى عندك حاجه مسلياكي وحضناكي. يعني النهارده مثلا انا لو اتجوزت مش هتجوز عشان اخلف، هتجوز علشان محتاجه ونيس انس في البيت. ايه القصه اللي من كل قصصك ندمتي عليها وحسيتي انها كانت اختيار غلط يا ريتني ما عملته؟ لا يا ريتني ما عملته. لا ما بتندميش؟ لا، لان كل حاجه كان فيها حل وكان فيها سيء، ويمكن لو انا خدت حاجه سيئه قوي يمكن كانت ذنب حاجه كانت كويسه يعني. ما تقدريش تقولي مامتي برضو اكيد ظلمتي طب. يعني واكيد غلطتي واكيد اسأتي حتى لو مش مدركه، حتى لو مش بايدك اكيد حد حبك وطنشتيه. حبوكي كتير، انت حبيتي من طرف واحد؟ عمري. عمرك ما حبيتي؟ انا مش مؤمنه اساسا بالحب. قولي لي. انا مش شايفه ان في حاجه اسمها حب. أنا شايفة إيه؟ أنا شايفة إن الحب ده حالة إحنا بنعملها علشان نبقى عايشين في جو رومانسي. إحنا في حاجة اسمها رومانسية، بس ما فيش حاجة اسمها حب. حب روميو وجولييت ده في الآخر سموا بعض برضو يعني. يعني في ناس بتشوف إن هم لو كان قصة حبهم مش مستحيلة وينفع يبقوا مع بعض وبقوا مع بعض كان الحب ده هينتهي وهيتقابلوا في محكمة الأسرة. يعني الحب مش هو ده، هي حالة الرومانتك الأولانية بتاعت العلاقة اللي هي الجاذبية الأول، وبعدين حالة الرومانس اللي بتبقى موجودة دي بتبقى لذيذة. لو اتفق العقل والقلب على حاجة واحدة هي دي العلاقة السليمة. إنما مفيش حاجة اسمها أصلي بحبه هقوم أموت نفسي عشان بحبه، لا ما عنديش الموضوع ده خالص. طب يعني لو الحاجات دي حصلت وبعدين العلاقة دي طولت وإنتي سعيدة مش هتبقي مثلا مخلصه للشخص ده، مش قادره تبقي مع حد غيره، مش هيبقى مثلا بعد الشخص ده عنك بيألمك، مش هيبقى يعني لو اختفى من قدامك بيوحشك؟ الاخلاص ملوش دعوه بالحب. الاخلاص ده بلت ان في الشخصيه. لو انت مخلصه تفضلي مخلصه للكلب اللي عندك في البيت، انما لو انت مش مخلصه هتخوني اي حد، هتخوني ابوكي وامك واخواتك وجوزك واصحابك وابنك لو انا خاينه بالطبيعه خلاص هخون اي حد، وجوزي ده الخيانه السهله. طب يعني الحاله دي لو خلصت والقلب والعقل اتفقوا بس الحاله دي برضو خلصت، ما هو ما فيش حاله رومانسيه؟ لا الحاله الرومانسيه ما مش هتعيش، هي هتعيش بعد كده حالات اقوى، موده ورحمه وعيلة وشعور بالسكينة وشعور بالارتياح. يعني اسألي أي ست تحبي تعيشي مرتاحة ولا تعيشي قلبك بيدق وبتاع وبتتخني؟ لا هتقول لك أعيش مرتاحة، أنا عايزة أعيش مرتاحة، أنا عايزة راجل يريحني، هو دي الراحة. في رجالة ما بتخونش؟ كتير كتير. دينا انتصرت على الرجالة في الصراع وما انتصرتش على المجتمع؟ لا انتصرت على الرجالة جدا. لقينا حاجة انتصرنا فيها، انتصرنا الحمد لله. في حاجة. والمجتمع؟ المجتمع لسه شوية، استني عليا. لسه عندك أمل؟ ما بتفقديش. أنا الأمل لا ما بيخلصش أبدا في الحياة. ما تفقديش الأمل. ما أنا بتنفس يعني عندي أمل.
بعد ما كان عندنا تحية كاريوكا بالدور اللي قامت بيه، وبعد ما احنا عندنا دينا انتي، وبعد ما احنا عندنا فيفي عنده ام مثالية. كل الجيل اللي فات، كل الجيل اللي فات كله لو كانوا دلوقتي موجودين كنا قدرنا نعمل حاجة. يعني حتى من الفنانات، تحية كاريوكا، سامية جمال، سهير زكي ست محترمة جدا، فيفي عبده ست محترمة جدا جايبة أولاد، بنتها كان بتشتغل في اليونسكو يعني، مدام نجوى فؤاد، دول قيمة وقامة. التكريم، قلتي إنك اتكرمتي من كل البلاد تقريبا إلا مصر. عن الرأس الشرقي. عن الرأس الشرقي. تمثيل اتكرمت، بس الرأس الشرقي. الرأس الشرقي لأ؟ ليه لا لا. زعلك؟ زعلت؟ طبعا دي حاجة مزعلاني جدا. يعني حتى مهرجان السينما ما بيكرمش الرأس الشرقي، مش عارفة ازاي. يعني السينما مليانة رأس ما بيكرموش فيها الرأس الشرقي، ليه؟ بناءً على ايه؟ ايه شكل التكريم اللي كانت تتمناه دينا؟ والله العظيم لو ورقة حتى، بس يبقى بلدي كرمتني. ما ينفعش ابقى متكرمة من الحكومة الفنلندية، متكرمة من ألمانيا، متكرمة من إيطاليا، متكرمة من أمريكا بكل ولاياتها، متكرمة من كندا، من أستراليا، ما بقاش مكرمة من مصر. أنا لما بشوف الجوائز بقعد أقول يا جماعة في جائزة ناقصة هنا، يا جماعة يعني كل البلاد دي ما فيش مصر في جائزة واحدة بيهم كلهم. طبعا البرازيل كرمتني، يعني مش معقول، مش معقول. روسيا، لما تقعدي تعدي البلاد اللي كرم، يعني يمكن كل البلاد هتبقي مش مكرمة. ده أنا عندي تكريم للرأس الشرقي من عمان، من سلطنة عمان، وما عنديش من مصر. بتزعلك. تكريم من مصر ليه معنى كبير؟ مصر دي عندك؟ غير مصر دي، أنا بالنسبة لي دي the land of belly dancing، دي أرض الرأس الشرقي. يعني دي أي رقاصة تتمنى ترقص هنا. هم ليه بيجوا بالألوفات يرقصوا هنا؟ لانها لو رقصت هنا حتى شهرين بالنسبه لها هي حققت حلم حياتها. هتحقق حلم حياتها، بس مش هتبقى دينا. من الصراعات للمورال مع دينا. من الصراعات للمورال، لو قيمتي كل فصول حياتك هيطلع أي فصل فيهم أسعد فصل في حياة دينا؟ دايماً وأنت طفل، لأنك ما بيبقاش عندك مسؤوليات، ما بيبقاش عندك وعي أصلاً ولا مسؤولية، فهتبقى مرحلة الطفولة هي أسعد مرحلة في حياة كل الناس. لما دينا تقيم كل فصول حياتها تقدر تقول أنا طلعت بإيه؟ أنا طلعت بكتير جداً. أولاً، أول حاجة أنا طلعت بحب الناس، ودي حاجة غالية 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 جداً. وحتى اللي بيبقى معترض عليها لما يقعد معايا مرة أو يقابلني في سوبر ماركت أو يقابلني في أي حتة، بيخرج عنده نوع من أنواع المعزة يعني، ودي حاجة ما تتقدرش بتمن، ودي أكبر جايزة تاخديها في الدنيا كلها. وانتي بتراجعي فصول حياتك، ايه اللي ممكن تلومي نفسك عليه؟ ما بلومش نفسي خالص. لا لا، اللوم مش طبعك اصلا. لا حتى لا لا. على الاخر؟ لا لا لا، ما عنديش التفاصيل دي خالص في حياتي. انا ليت ات جو. الحياه اسهل من كده بكتير، خليها تمشي. لسه هقعد اعاتب نفسي على اني مش عارفه ايه اللي حصل امبارح، ولا ايه اللي حصل ما هنصلحه، واحنا ماشيين هنصلح. ايه اللي عايزه تغيري في دينا؟ ولا حاجه، مالها دينا؟ دينا حلوه. حلوه وزي القمر. دينا حلوه. مش عايزه اغير. مش عايزه تغيري حاجه. انا عندي حاله رضا مرعبه. ايه اللي غيرتيه في دينا بالفعل وفرحانه بيه؟ غيرت حاجات كتير قوي. دينا كانت عصبيه جدا، كانت صاروخ عصبيه. انا كنت متنرفز على اي حاجه وكل حاجه، ستيل عندي العصبيه، بس أروق بكتير ومش سريعة
مش سريعة الحدوث، يعني لازم يبقى أنتي دوستي عليا جامد قوي عشان أتعصب. إيه الأمنية اللي تمنيتيها محققتيهاش وفات أوانها؟ كان نفسي أخلف بنت. كان نفسك يبقى عندك بنت؟ آه كان نفسي يبقى عندي بنت، ودي ما حصلتليش وفات أوانها خلاص. دينا هتطلعي على المسرح ومن قلبك هتقولي لجمهورك جملة فيها المورال، فيها الخلاصة، فيها أمنية، فيها طلب، فيها أي حاجة أنت حساها، منك للجمهور على طول على المسرح. عايزة أقول لكم من تجربتي في الحياة، حبوا نفسكم. لو كل واحد حب نفسه هيعرف يحب كل اللي حواليه وهيشوف الدنيا حلوة قوي ومش هيأثر فيه ولا حاجة. يمكن دي خبرة جات لي بعد سنين عمر طويلة، إنما يمكن في الأول كنت لأ بتضايق ولأ بنزعج ولأ ما بصدقش الناس ولأ ما بتوتر، كل ده بيروح لما الواحد يبقى صافي وبيحب، يحب نفسه، يحب يبقى عايش في سعادة ورضا وهنا. منالكم كلكم تبقوا عايشين زي ما أنا عايشة، صريحة قدام نفسي وبحبها، وبقول إن أنا بحب الرأس ومقتنعة بيه فبعمله مش قلقانة، وبحب التمثيل ومقتنعة بيه فبعمله وأنا مش قلقانة ومش عاملة حساب لأي حاجة أكتر من إني ما ضرش حد وابقى أنا مبسوطة. شكراً لكم.